أيها الطروف الضيوف الكرام، محلة رياضية للجميع، ومرحبا بضيوفنا الأعزاء. جرت العادة تكون هذه الليلة وهذه السهرة بحميمية في المنزل التقليدي، طلعينا باش تكون دائما في هذا الجو اللي هو حميمي وعائلي. قامت جمعيتنا منذ تأسيسها في أبريل 2010 بعدة منجزات وأزيزها فيما يلي. الجمعية أسست لصلة الرحم مع قدماء الرياضيين بمراكش وخارجه، لاعبين وسيرين حكام وكل ما له صلة بكرة القدم. صلة الرحم تعني رد الاعتبار لمن تناسه من الزمن، رد الاعتبار للذين ساهموا بالنهوض بلعبة كرة القدم بهذه المدينة الغراء. ويتجلى هذا في القيام بزيارات شهرية لهذه الفئة من الرياضيين. أما بالنسبة للشق الرياضي، فالجمعية تقوم بتنظيم مقابلات في كرة القدم مع جمعيات أخرى وطنية ومقابلات دولية، ومن جهة أخرى تقوم الجمعية بتكريم بعض الوجوه الرياضية كما سنشاهد في إن شاء الله بعد قليل في بعض الصور التي توثق ذلك. كما نظمت الجمعية لقاء تواصليا شارك فيه أزيد من 300 رياضيا محليين وطنيين ودوليين، أطباء أخصائيين في الطب الرياضي. والجمعية إن شاء الله تطمح لتنظيم لقاء ثاني إن شاء الله. مرة أخرى أرحب بالضيوف الكرام وأختم تدخلي هذا بهذه الآيات: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، صدق الله العظيم. وشكرا للجميع. ليس المرحوم أستاذي مالي عبد العريف، لتحت على اليمين السي بوستا، هذا اللاعب ديال النجم كان ريسونترال، ولعب المقابلة اللي كانوا قصوا فيها النجم في عام 66 ياك نعم ضد كانت سنة 66 كانوا تحرموا لعبوا واحد المقابلة ضد نيادة السطاتية، كانوا خصهم يربحوا باش يطلعوا، إلا ربحوا السطات نيادة السطاتية كان خصها التعادل. النجم سجلوا الإصابة وقع ما وقع، نط الدفزة ونط الوتر، كانت تضرب الحكم ديال التوش ضربوه، توقفت المقابلة، ما كانش هذاك الماتش. الماتش تحكموا باش تخسر النجم، ما حكموش باش تعاود، ما نصفوش هذاك النجم، ما نصفاتش هذاك الاقصاء ديالك، وكان هذاك هو الطب ديال النجم. هذاك هو العام فاش كانت النجم، زعما كان احسن لعابه اللي فاتمتو كانوا في النجم في هذيك الوقيته. هذا السيد في عام 57 كانت الكوكب فاش بدات تدير البطوله، قال ماتش واحد بتلعبوا مع اسفي، لعبوا في اسفي يعني الكوكاب حسن سميتو الى اخره. هذا صباح صباح يبغي يسافروا ويتموت ليه بنتو، مات ليه بنتو، دفنها وفي الترساله وخرج بغي يمشي لاسفي، هما مشاو معاه الصباح وصلوا لاسفي، خرج هكا تيدور لقى واحد السيد قال لي باش كتسافروا الماتش كاين، قال لي كذا كذا، قال بغيت تمشي تو، قال لي هو ركبوا يديه تا لقاهم تيسخنوا. ديك الساعه كان 11 كتلعب ما كاينش، كان واحد اللاعب تيقول لي اعتباري معرض اول مره باغي يلعب مع الكوكاب، هو تيسخن تيجري هو وقف جا بدا تيرسد ويقول لي علاش قال لي شوف اخويا، قلت له الله يرحمه مات والبليصه باش تمشي ليا ولا تخافوا تتحشموا مثلا تيقلب الحاج يقول لي اجبدي الحاج، تيقول لي بغيت انا العصير بلاشي، وتيقول لي انت بحال الحاج، انت بحال الحاج تيزعموا الجوز دار كارت وحده تيصح فيه. شكون هو هذاك الواحد؟ هو واحد اليونسي، كانوا معنا واحد جوج دوامه
الزوارة في الولادية للجماهير ديال المحبين ديال الولادية تتراسلوا معنا في الممشينا وتعطوا لهم هذا الفلوج دار الجار شاف هذاك تنسبو و هذا الجدي هو خالي خرجنا في الميطا صفر لانغيتخ غادي لبيستير مشى هو يشوف خوه وقف فوق الحديده واحد الفلو يعطي البطيخ قال لي عاود تسبني هذا يا خويا هو تريوج ما تريوج مشى المعكوس من المغرب تشجع على الرياضة هذاك الدانسر جدية تتساوي واحد المسابقة فعالة تقديم الدعم والمساعدة المادية للاعبين والحكام والمسيرين اللي هما في حالة فوضوية صعبة كما كتبين الصور هذا ذاك النشاط اللي شرع ليه السيد الرئيس الكلمة ديالو نشاط يكون يزيد تدرج عليه فائدة هاد التلاميذ الأطفال اللي في فوضوية خاصة أو ذوي الحاجات الخاصة هذا المركز ديال واحد السادس اللي كاين في الدونديات أمام الأكاديمية وكيكون واحد من النهار في أنشطة مكثفة مع أسر هؤلاء الأطفال في أنشطة رياضية وترفيهية ونشاط ثقافي وننتقلوا واحد الفقرة تتعلق بواحد الكلمة مفتوحة يقدموها بعض أعضاء مكتب الجمعية في حق السادة المحترفين. السلام عليكم ورحمة الله الكريم. كنشكر الجمعية ديالنا الموقرة اللي تحت لي اليوم واحد الفرصة باش نشوف واحد الشخص اللي يعني فوق 30 سنة ديما ما شفتوش اللي كان صديق العائلة ورئيس ديالنا في الفريق وصديق الوالد ديالي والرئيس ديالو السي بولعظام وهذا شرف ويعني بحال اليوم تحضرت الروح ديال الوالد ويعني سعيد جدا ومرحبا بك وصافي بليزير ديال الفريق مرحبا بالجميع خاصة الأشخاص المحتفى بهم سي العظام اللي معروف بالبصمة الخالدة اللي خلاها في الساحة الرياضية في مراكش وكان سابقا كإطار أمني وخلى واحد العلاقات طيبة منذ مغادرته مدينة مراكش إلى المعهد ديالو على الحفي وبخصوص المشجع المراكشي الذي متميز بحركته وبحبه للقميص الكوكب المراكشي وله سمعة طيبة داخل هذه المدينة وبخصوص اللاعب مولاي جعفر الذي كان منذ صغاري يستهويني بقذافاته بالرجل اليسرى ربما كنت أتذكر بأنه يلعب بالرجل اليسرى كذلك مولاي جعفر الرجل اليسرى كان يستهويني كان يستهوي اللاعب ان يشاهده بالرجل اليسرى وبخصوص الاخ رشيد الرواح الذي لدينا معه علاقه جديدتنا منذ اكثر من 30 سنه كان رفيقي في مدينه التقينا في مدينه قلعه سرنا بحكم المهنه الذي كان يمر بها وبخصوص التحكيم فرشيد الرواح كان من ابرز الحكام المتميزين في الساحة الرياضية بمراكش وكانت له رغبة جيدة في المسار الرياضي وكان مرغوبا دائما لدى الحكام الذين تركوا بصمات خالدة في التحكيم المراكشي وتشرفت ايضا بمشاركته معي في التحكيم أثناء ممارسة التحكيم كحكم من أشهر الحكام ومن الحكام المتميزين وكان بالفعل رغم أنني كنت رئيس ولايتي كان هو رئيس ولايتي بإشاراته الخفية وبمساعدته عن الصعيد التحكيم الذي كنت أمارسه لجانبه على غرار السي رشيد الرواح فهو لا زال يمارس مهنة التحكيم كمدير جهوي للتحكيم بمراكش في جهة مراكش وأمارس لجانبه أيضا في لجنة التحكيم وإلى جانب الإطار المدير والمنسق سي شرحبيل اللي هو مدير المدارس الجهوية في جهة مراكش ورشيد الرواح بأنه معروف بكلام ببساطته وبابتسامته وبأخلاقه الحسنة لدى الحكام الحاليين الذي يشرف على تسيير
اللجنة كمدير جهوي، ونتمنى له مسارا جيدا في مهامه الحالي. وشكرا للجميع. الأخوة المحترمين، في البداية الأخ المشجع لفريق القتال المحوشي، يعني إنسان تلقاتي فهمتي باش اللي ما يحس بهذاك الإنسان اللي اسمه هو اللاعب، ملي تكون أنت لاعب وتشوف الناس اللي تيشجعوك هذاك هو تلقى الإنسان بكل الحيوية وكل الناس واحد الصوت وتلقى كله حماس. مرحبا بالأخ. سي عياش بوعظم الرئيس ديال اللجنة المراكشي عنده الفضل بعد الله سبحانه وتعالى علينا وعلى كثير من اللاعبين، فإنسان لا يستعان بالعمل إلا إنه في الوقت ديالو خدمو شحال من لعبة، وكان هذا راه يعني راه عمل جبار جدا. إذا نتمنوا ليه الصحة والعافية وطلعه إن شاء الله الرحمن الرحيم. من جهة أخرى الأخ مولاي جعفر، أنا تفرج الشريف فكان لاعب مميز، واللي زين في اللاعبين ديالنا أكثر اللي استخدمناهم في الليالي ديالنا هو تلقاهم أخلاق عالية، زعما إنسان هذا باش تنكون فرحان انه والله كبير الشيء مثلا يقول الانسان تلقى اخلاقه سابقه قبل الكون، هذا هو المهم عندي انا بزاف في حياتي. بعد كذلك رشيد فاسره رياضيه بدون نقاش، نتمنى لك يا اخوان الصحه والعافيه وطول الله ان شاء الله ورحمه الله. انا اخويا بنت كلمني كوزي على السلام عليكم بين هذيك على السي بوعظم، السي بوعظم السي بوعظم راه رياضي، وكون كان السي بوعظم كان هنا في مراكش الكره ديالتنا حنا بالطبيعه تاعنا هنا الله يكون معنا في هذه الجمعيه هذه، وكان تيقضي مصالح ماشي زياد النجم، تيقضي مصالح حتى للدراري ديال مراكش موعد للرياضيين، الكوكب هو كان كيجذب لهم عطوا راسهم للعمل ديالهم، وداك الشيء اللي خدم السي بوعظم وحال شي واحد لا ما غاش خدموه، كاين اللي خدموه هو كاين اللي خدم ليه خوت، وهذا هو تنكب الله الشفاء الشفاء. واللي بغيت نقول لك انا راه ربي كبير السي بوعظم راه صبي غادي يزاديك على كل شيء اللي كاين معنا. السي عياشي عطى الكثير من الرياضه والكره بصفه خاصه وخاصه لفريق النجم الرياضي المراكشي اللي ما عطاهش النجم والو، ما عطاهش النجم الحقيقه هي هذه، ما عطاه لا النجم ولا مراكش، ما عطاه والو، ومع ذلك لا زالت العلاقه الحمد لله مع السي العياشي كبيره ومزيانه. الاخ الرواح تنعرفو مزيان لانه خدمت معاه، انا كنت استاذ في المؤسسه السجنيه وهو اسمه، انا خدمت مع السي الرواح وعندي علاقه مع اخوه الله يرحمه اكثر من العلاقه نتاعتي مع السي رشيد، وتنشوف انا السي رشيد تيبان ليا الروح ما تيبانش ليا رشيد، والله العظيم والله شاهد على هذا الكلام، لا تيبان ليا خويا لانه كانت عنده واحد الحركه كيديرها حتى ماركي لنا البيت بالمولوديه كان كيدورها جوبز ميديولوجي، وحق الله العظيم دري محترم الله يرحمه الله يوسع عليه الله يغفر ليه ولينا معاه. والسي العياشي الله يهديه عاود يجي ثاني اخويا كان تيجي مع الدراري ديال القاع تما نايضه كالشريف، وحنا في قشيش غير الميزان اللي كانت هادو ديال القاع تما نايضه كانوا راقيين لاباس عليهم الصراحه والله العظيم، كنا تنلعبوا ضد الدور
حتى لعبوا الخطيب وشي وحدين هما في السبرديلات وداك الشيء راه حنا حبيانين وتنغلبوهم المشجع ديال فريق الكوكب الرياضي المراكشي وكنتمنى من هذا الجمهور ديالو منه هما الجمعيه هذه اللي كتشجع ما تشجعش غير الكوكب كاع اللي تيلعب الكره في مراكش خصها تشجع وراه كنشجعوا كلشي لا معناه كيخلصوا واش حنا معناه يجيو للتيران ويشجعوا ديك القربانه اللي تيديروا حتى تكون لعبه الكوكب يديروها لعبه النجام الميلوديه السلام لولدك وكاع دوك الناس الى بقاو الى اسمكم جميعا كنطلبوا من الله التوفيق لهذه الجمعيه هذه الجمعيه راه ماشي الكوكب ماشي الميلوديه ماشي الصم ماشي النجم ماشي ديال والو هذه الجمعيه ديال مراكش والدليل على هذا اننا استقبلنا جميع المكونات ما عندناش شي نوع ديال لا هذا حيدوا من هنا لا هذا جيبوا من هنا الله يوفقهم الله يوفقهم الله يوفقهم الله يوفقهم السلام عليكم شكرا سمحت هذا تشرفنا كلاعبين وكمسيرين انا نهضر الان الاخوان اللي ماشي حتى ولكن استقبال الشرف تاعكم حنا نستاهلوا اكثر وانتم تسووا عندنا فوق راسنا كلكم غادي نبدا بسي عبد الله سعد ولا شي محب ديال سعد ما كنتيت ماشي مشجع ديال الكوكب فهو لاعب لان تيقول لك الجمهور هو لاعب رقم 12 ونزيد واحد المساله اخرى فهو لاعب دولي لان تيمثل لنا ليكيب ناسيونال هو ماشي راه تيمثل ليكيب ناسيونال فين ما مشات كاين معاها مشى لروسيا مشى للكوت ديفوار وتيمثلو الغون تيمثلو يعني كاع اللقاءات تيحضر فيهم وهادشي ماشي ساهل راه ما تخلي دار تخلي وليدات راه ما ساهلش والمسألة اللي نقدروا نهضروا عليها حتى على السي بوالعظام السي العياشي فهو حنا غادي تسانش واحد يدير مع الخير باش يردوا عليه فالله سبحانه وتعالى هو كيجازي على الخير ما عطى الله صحته بخير على خير هو الخلطة الله سبحانه وتعالى فالمبيع كاع هو ابو روحي سمعنا عليه بحاله بحال السي بوعزاوي شي ناس اللي عطوا واحد البصمة تاعتهم كبيرة في كرة القدم في مراكش اما بالنسبة للسي الشريف فالاخوان انا يعاودوا لي عليه الله يتعليق ومتخلق واهم حاجه في الرياضه اللي حاليا ما كاينش تلقاوها هو الاخلاق تيكون يوم تخلق وفاهم اش كيدير وعارفين غادي وعرفت قديما ما كانش لا دعم مادي لا امكانيه وحتى الاباء ديالنا الله يجزيهم بخير الله يرحمهم اللي باقي الله يطول في العمر كان تيدعم كان الله يرضى عليهم دعم ديالهم تيقول كانت لعبه يعني اي واحد خرج له كره يعني راه تيستاهل داكشي اللي دار اما بالنسبه للسروح فهو راه لعب ليا حكام وراه ود الحومه عندنا وراه كيدنا من عائله رياضيه وتنقدروا وتكيدنا نرجعوا لواحد المساله اللي اهم هو الصواب الاداء والاخلاق هذه مساله تنشكر عليها الجميع وكنحمد الله ونشكره اما بالنسبه للجمعيه فكترحب بكم فانتم راه اعضاء فيها اخوان ديالنا لا من البارح ولا مهم مرحبا بكم ومرحبا بالجميع شكرا وهذا نعطي الكلمه للساده محتفى به كلمه مفتوحه انطباع اعتصام حول هذه الامسيه في الطفل الطرور مشكورين. قبل ما نتطرق للقضيه ديال النجم بغيت نشكركم على هذه الالتفاته الكريمه واللي اثر بيا بزاف هو هذه الوجوه النيره المضيئه اللي كان فيهم اللي ما شفتوها 20 25 30 سنه عندكم واحد الاجر كبير لان هذا الشيء اللي كديروا ماشي غير العمل الرياضي داخل حتى الخانه ديال صله الرحيم اللي كلنا كنعرفوا اشو الصلاه ديال الخالق سبحانه وتعالى سي فؤاد رفض كان قال واحد الكلمه على الوالد ديالو الله يرحمه كان كيخدم معايا الوالد ديالو في الدائره الاولى ديال باب دبكالا وكان شرطي مثالي هذاك السيد دوز معايا تقريبا ما يزيد على 4 سنين عمره ما ترى الانتباه لا بالنسبه للمهنه ولا بالنسبه للمواطنين بالعكس كان كلشي كيشكر رحمه الله عليك وهذه كما قلتها لولدي وهذه واحد الشهر وثلاث شهور طاح بالي لان ما كانش فرحتي بلا توفى وكان هو خصني نسقسي عليه فاذا به تفاجا الله الا خدموه ليا كان هو صغير واكثر من ذلك دوز لي الوالده ديالو في التليفون
والله العظيم الا كديو معايا الجسد ديالي شوك. كان الوالد ديالو حكى ليها بمجرد ما سمعت برعضه ملي كندوزو ليها ويقول لك سير الوالد. جات لي مسكينه في التليفون شي يعني شوف هذا الجمعيه ديالكم اشنو اشنو كان الله العظيم. فيما يتعلق بالنجم الرياضي المشي ما دوزتش فترة كبيرة تقريبا من 72 حتى كيظهر لي 76 الشيء اللي كان عندنا جميل في النجم هو أنه ما كانش كنحسب رئيس كنحسب رئيس يعني كنا في أسرة عائلة وحدة بحيث كان المدرب بنفسه انخرط معنا في هذيك الطريقة ما كانش عندنا ديك الحزازات وداك الشيء اللي كيكون في بعض الانديه ولاد والقضيه اللي قالوا السادات وفقني الله تبارك وتعالى لان كانوا الناس طيبين كان السي الرئيس المصلحه ديال الموارد البشريه في الاراضي وكذا يعني كنا كنراجعوا القضيه ديالنا غير بالتليفون الشيء اللي ما كاينش اليوم توفقت الحمد لله بشهد الله تبارك وتعالى ودفنا واحد العدد ديال اللعابه فيهم تبارك الله اللي المعاش ديالو اليوم فايت المعاش ديالي اللهم لك الحمد الحمد لله وكنظن هادشي واللي بغيت نشكركم بزاف على الجمعيه البهرد بصراحه البهرد بالتنظيم وبهذا ما اعتقد محال واش كاينه شي جمعيه رياضيه في المغرب اللي يمكن لها تنافسكم الله يجزيكم بخير والله يكثر خيركم شكرا الله يبارك فيك. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم انا كل ما باش نقول هو الله يجزيكم بخير الله يجعل مولانا يسر لكم في هذه السيره نتاعك فاش غادي وراه المجهود اللي درتو راه ما كاينش اللي غادي يقدر يعبر على الحسن ديالو وعلى اسمه وهادشي لان راه كانوا بنيت راني تنشكركم وتنقول لكم الله يجزيكم بخير خصكم تزيدوا وانا غادي ندخل معكم في هذا سميتو قبل كل شيء كنشكركم بزاف بزاف كنشكر الجمعيه لانه اولا وقبل كل شيء كانت في الجمعيه ما عمرنيش شي جمعيه دارت هذا التكريم للمراكشيين وراه كاين جمعيات وجمعيات وجمعيات ولكن الحمد لله تنشوفوا الناس الناس اللي كيعتبروا مشجع كيعتبروا لاعب وكيعتبروا المسير وكيعتبروا صحفي وكيعتبروا لانه هذه الجمعيه توفقت الحمد لله وطلبت منها لها الخير لقدام ان شاء الله. بالنسبه للتكريم راه شي حاجه كبيره عندي وكبيره في قلبي وما غاديش ننساكم حتى انا راه معكم في سميتو الاحتفال اللي كان بالتشجيع ديالي وجميع الفرق المراكشيه راني زعما ما تمشيش لا كنشجع جميع الفرق واخا ما كان الانسان راه الكوكب هي تكون واحد الماتش تيكون ديال الكوكب هو اللي كيحيدني من سميتو من ناحيه التشجيع راه كنت من الصغر ديالي كنحب النجم كنحب ميلوديا زعما الصراحه الله والله القسم زعما ماشي زعما حيت كوكابي كوكابي راه من صغري وانا تنشجع جميع الفرق والله العظيم راه معروف الفريق العروس ولاد الغسال ومعروفين الحمد لله راه الخوتيا ولي راه معروفين ومعروفين بانه كنا حنا ماشي رياضيين مع الحاج الكحاب ومع الحاج داليلي الله يرحمهم الله يجزي عليهم الحمد لله وكنشكركم بزاف. الرئيس الساده الاعضاء منخرطي جمعيه قدماء لاعبي ومسيري كره القدم مراكش محترمين ايها الحضور الكريم من الفعاليات الرياضيه أما بعد إنه لا يطيب لي المقام أن أحضر بينكم اليوم في هذه المناسبة السعيدة والحاملة لمعاني الشكر والعرفان بغرض تكريمي لشخصي المتواضع رفقة زملائي الرياضيين الأعزاء والذي أعيده سببا ينبض بمعاني الأخوة والمحبة التي تجمعني بكم وكان لها الفضل الكبير للعطاء في مسيرتي الرياضية في مجال التحكيم رفقة وجوه كريمة كان لي معها عشرة طيبة وذكران وذكريات جميلة أخص بالذكر الحاج عبد الحق شركة للأستاذ الكبير نهار حليت أنا عينيا في التحكيم لقيته قدامي كانوا هما تيديروا نهار الجمعة واحد المقابلة تدريبية لأنهم تكون عندهم شي مقابلة رياضية
على الصعيد الوطني لا في الدار البيضاء ولا في اكادير. حنا كنا ديك الساعه تلاميذ. ديك المقابلات التدريبيه اللي تيديروهم في تيديروها في الاقسام الصغرى في اما في المينيم ولا في الكادي. كنا حنا تنمشيو تنلعبوا معاهم تنساعدوهم ولكن في هذاك الاطار حنا في الاول تنتكونوا هما تيدربوا وحنا تنتكونوا. وبدون ما ننسى الحاج عبد الصمد البارودي والحاج محمد الفاطمي وسي محمد الشرحاوي اللي خدمت معاه المشوار في 2004. وفي سياق قوله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على هذه البادرة الطيبة وعلى حضوركم الكريم، وهذا ليس بغريب عليكم نظرا لما تقدموه في شخص جمعية قدماء لاعبي ومسيري كرة القدم بمراكش من مجهودات جبارة للرقي بالعمل الجمعوي بمدينة مراكش منذ التأسيس تحت رئاسة السيد سعيد معطلة واستمرار العطاء لخلفه السيد مولاي عبد العزيز بن ساسي من خلال أعمال إحسانية وتكافلية المتمثلة في إعانة وزيارة المرضى ومساعدة الرياضيين المراكشيين من مسيرين ولاعبين وحكام في جميع المناسبات الدينية. وهذا إن دل فإنما يدل على معاني الوفاء والتقدير المتسم بالمحبة والأخوة والمساندة والمواساة عند الحاجة والضرورة. جزاكم الله خيرا على ما تقومون به لأجل دوام هذه المسيرة من العطاء المتألق والمحبوب من ضلق الأرض ورب السماء. الأخلاق خاصة جوائز تقديرية بالمناسبة والتقية بالمناسبة. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تحقيق هذه اللحظة التاريخية. مش مشكل. وعلى رأسي السادة المعني هو السادة الضيوف الذين نوروا هذا المقام وأضافوا واحد الإضافة أدخلت الدفء على لقائنا اليوم. وأود أن أخبر السادة على الكتب بأننا في هذا اليوم وفي هذا المحضر استقبلنا ضيفا عزيزا أصبح عضوا لمنخرطة الجمعية هو السي مولاي جعفر. نرحب به. وهذه يعني باش اعترفوا المراكشي هذه أول ما لذاك الفرقة تاع الكوكات. تبارك الله الشريف. فيها مولاي ابراهيم هادي. اشوف الشريف. فيها مولاي ابراهيم بزيقو البيضاوي. جريدي الله يرحمه، شوبه الله يرحمه. الشاوي. مولاي عبد السلام. مولاي عبد السلام. المهم والمامون والسردي وقاقا والبصير والونتينور. لن نمد من وجوهكم الكريمة. ونتمنى ان شاء الله ان نلتقي في فرص في المستقبل القريب ان شاء الله.